بإشراف مباشر من رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا وبحضور عميد كلية الأركان ومعهد اللغات، جرت هذا اليوم إحدى الاختبارات التنافسية للضباط المتقدمين للقبول في دورة الأركان المشتركة الرقم 82، ويعتبر هذا الاختبار هو السادس. بدأت الاختبارات اعتبارا من يوم السبت كان 29/5 وتنتهي لغاية 5/6/2021. عدد المقدمين لكلية الأركان لحد يوم الاختبار كان مجموعة 439، والمختبرين 390، 7 معفيين و42 تخلفوا عن إداء الاختبار. اليوم جرت الاختبارات بكافة المواضيع المتقدمين اللي تناولوها خلال وجودهم بدورة القيادة في واجبات الأركان والتعبية والتنظيم وواجبات الأركان عمل تقديم موقف والمعلومات العامة واختبار الذكاء، واليوم عندنا اختبار في مادة الإنجليزي، ويوم السبت إن شاء الله تنتهي الاختبارات باختبار الحاسبات. نحاول أن نختار نوعية إن شاء الله من ضباطنا الأشاوس يتبوأوا مقعد في كلية الأركان، يكونوا ضباط ركن مهنيين وقادرين على أداء عملهم في الميدان ومساعدة التشكيلات والوحدات بما يأخذوه من علم وفن عسكري خلال 22 شهر إن شاء الله من قبولهم في دورة الأركان إن شاء الله تبدأ إن شاء الله ملامحها أو قبولها في 5/9 إن شاء الله بعد إكمال المقابلة وإعلان الأسماء النهائية إن شاء الله. من الاختبارات التي تم التنافس عليها واجبات الأركان النظري والتعبئة والتنظيم واختبار المعلومات العامة وواجبات الأركان العلمي تقدير موقف واختبار الذكاء واختبار اللغة الإنجليزية، وينتهي باختبار موضوع الحاسبات، وذلك لتنمية معلومات وتوسيع مدارك نخبة من ضباط القوات المسلحة وأعدادهم لتولي منصب الركن والقيادة. معهد اللغات جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا اليوم شارك بالاختبارات التنافسية لدورة الأركان المشتركة الرقم 82 لاختبارات اللغة الإنجليزية للطلاب. عدد الطلاب المختبرين من ضباط الجيش العراقي من كافة الصنوف والخدمات 390 ضابط. الاختبار جرى بكل شفافية، واعتمدنا أثناء الاختبار استخدام المعايير الأساسية المستخدمة في دول أوروبا. الاختبار كان للمستوى المبتدئ بالنسبة للطلاب، ويحتوي على 50 سؤال من ضمن الاستماع والإجابة من قبل الطلاب. إعلام وزارة الدفاع، حنان محمد.